Oh.
مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يعطيك الصحه. ليميسيون سبيسيال رمضان على قناه التاسعة نحب تحيه كبيره برشا الولد العزوزيه برافو تحيه الفرقه اللي حاضره مع ولد العزوزيه
ولد العزوزية هو المواطن، الولد العزوزية هو المواطن التونسي الوحيد اللي ربح مليار ومازال يغني. خويا يعطيك صحة خويا، منور منور. نحب تصفيقة كبيرة برشا بالرسمي مرة أخرى على ولد العزوزية. ليميسيون سبيسيال رمضان نعلن على بركة الله انطلاق موسم رمضان في ليميسيون بعد الجينيريك. توب كرونو. حكيم بو مسعودي، لاتيسيا عزيزة بو لابيار، مرحبا يا سعشي بكم ناس كل بيبريك العادة نور. ما ننساش كالعادة حاضر معنا أقوى دي جي، دي جي دانجور. سعشي بكم دانجور، سعشي بكم سيد المشاهدين. إن شاء الله نهار الأولاني ما كانش تعبكم برش، إن شاء الله البرمجة الرمضانية نهار الأولاني على قناة التاسعة نالت رضاكم. تنحكيوا على البرمجة نتاعنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. خليوا الساعة الأيامات الأولى تتفرجوا ومن بعد تناخذوا تقييم نتاعكم على البرمجة نتاعنا. كيفاش تعدى نهار الأولاني في رمضان يا جماعة؟ هذا السؤال باش نسألكم عليه من بعد. اليوم الحلقة نتاعنا يحضر فيها بطل من أبطالنا مع المنتخب الوطني التونسي، كان حاضر ونور مليولة المنتخب الوطني التونسي، حامل لكأس تونس رقم 13، تكتشفوه بعد شوية. نحكيوا معه على فرحة الكأس بالنسبة لي كيفاش كانت، هل صحيح أنه صاروا بعض الإشكاليات وقت اللي طالعوا باش ياخذوا الملاعبية الكأس نتاع تونس، اسكو تقلقوا من التفركيس اللي كانوا تعرضوا له الملاعبية قبل ما يدخلوا للتيران. بخلاف هذا باش يدخلوا لدارو باش نسألوا كيفاش عدى أول نهار في رمضان. وبخلاف هذا كله يحضر معنا اليوم الفائز بمبلغ 10 ملايين كاش. باش يكون حاضر بعد شويه الفائز ب 10 ملايين كاش. المعلومه الباهيه بالنسبه لكم انتوما، الحلقه نتاع نهار الاثنين نعرفوا اسم الفائز ب 5 ملايين كاش. دونك ازرب ابعث بالاس ام اس على 85 مان با، معناها مان با تك 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 خويا، غدوا بعد غدوا بعد تك 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 مان با. محليك خويا انت هكا الساعه، والله ما فقت بيك. ميرسي عايشك بعلوش الدين باشا. شنو هو الأناقة؟ طبعا معلم والله حبيتنا هكا نخرج شوية من الغوتين، فهمتني ولا لا؟ حسيت لي جاي رمضان لازم الواحد تولي أموره هانية، دونك شيت لهاني خويا، زقلمت روحي من غاديكا، اللهم صل على النبي. كيما قاعد تشوف خويا نقصتني ثريا تاع شمس الدين باش هذيك بابا جورة من هنا، فهمتني؟ سينو جو يبيع على الاخر نظهر فنان توا كي معناها نجم نغني لكم ايميسيون حاجه الباهي يا خويا. بعلوش انا وياك معايدين على بكري، ما حوايج العيد نمسيلو من اول الحمد لله باش نعيد كل يوم زاد انا راهو دونك حوايج العيد خويا من خويا باش راوني هكا في رمضان نطوب انا في رمضان الله الله. دونك حوايج العيد او عيادي وسيدي دينا من عند خونا هاني كوليكشن يعطيه الصحة، لاهي بينا وزقلمنا انا خونا بعلوش. جونا باهي كيفكم انتم؟ كيفاش خويا؟ تحبوا بلاش بالله العظيم غلب عليهم. انا ما عنديش كيفكم انتم. لا والله غلب عليهم. كيف اللبسه ما عنديش. يا جماعه ما نتخمروش من اول حلقه، خلينا ندخلوا الانفيتي بتاعنا ومن بعد نحكيو معاه. ما تنساوش. ما تنساوش. خليه. شو مزايد اسمه جبال؟ واحد سي عبد الحميد يحضر معنا في حلقه اليوم. تفضل. نجم الجولدن بوي، اللاعب رقم 12 و13 مع بعضهم في النادي الافريقي، قائد النادي الافريقي، صاحب الكاس رقم 13 وسام يحيى. وسام بن يحيى نصعد الوردة، شو السلامة شو السلامة. وسام بن يحيى نصعد الوردة شو السلامة. دانجر ما عادش يلعب السلامي راهو. الله يرحمه الاسعد الورتاني زاد رمضان. الله يرحمه الورتاني الله يرحمه. نعم مرحبا يا اسعد الله يرحمه. مرحبا شو اخويا، تحيه توصلك من عند الجمهور الافريقي اللي حاضر في البلاتو وجمهور الترجي اللي حاضر في البلاتو والجمهور اللي قاعد يتفرج فينا والجماهير الرياضيه بصفه عامه. وهذه تصفيقه خاصه لوسام يحيى.
خلي يتكلم الراجل معنا. ما تكلمش الراجل، هو يتكلم ويعطيه فاصل اشهاري. خليه هو يساب صح. نقول صحة شربتكم العبيد الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله على الامه الاسلاميه والعربيه الكل. تحيه لمشاهدي قناه 9، وان شاء الله رمضانكم مبروك. الله الله عايز. مبروك. نظم تحسوا عادي في بسيتك واستيرام نظم. اي لا في تكويره نظم على الاخر. شكون كليبيوستي في الكرونيكور نتاعنا اليوم؟ ام عزيز عزوز. شنو تحب تقول ام عزيزه بمناسبه فوز النادي الافريقي بالكاس؟ انا تو كنت نبوس فيه في الكواليس، كنت نبوس فيه ونعنق فيه خاطر نحبه برشا. كنت نبوس فيه. نعم نبوس فيه. تبوس فيه؟ اي نبوسه، اي نبوسه، نحبه خاطر انا من قبل نحبه ولقيته قدامي نحبه. اي نبوسه. شنو هي ولدي هذاك؟ ولدي ولا نحس فيه واحد من اولادي. انا نحب الكليب وهو نورنا وهزنا روسنا وربحنا. ليش لا؟ علاش ما نبوسوش؟ الله الله عمان شبيك العربي في رمضان. هو ولدي دخل عربي في الحكايه. عربي سيبونا بيار بالله. ايش طل علينا سيبونا بيار. ايش سيبونا بيار؟ ايش سيبونا بيار؟ ايش سيبونا بيار؟ ايش سيبونا بيار؟ سيبونا بيار. شبيك تتذكر مع عزيزه؟ بولا بيار بيقول لي حد شيء خاطر يعرف نحبوا الجوار هذاك. جاوب سيبونا بيار. جاوب جايز. انا نحب الكلوب وتحب الكلوب، ولادها يحبوا الكلوب. شو دخلك انت في الحكايه؟ نستاهل اكثر من هكا. نستاهل 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 في عقلي خمس متر بروحي بكفك. لما راه تبوس وهو يقول لك لا اله الا الله رمضان رانا. عادش فيه رمضان. قالت لك ولد في رمضان في ولد. تحب تبوس الولد في الجوار؟ ايش تحب؟ ولد. انا ولد اكبر منه. ولد تحب تبوسه؟ ايه بوسه. بوسه. ايش ايش علي؟ الله 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 الله. إيش أبو سيبونا بيار ومي عزيزة فرد المرة بالله. كم البوس جاية سعد؟ كم البوس جاية؟ لا أخويا هذاك، هذاك أخويا عشي وحساد حب الاخر صايه بصدق الرب له باه. يا جماعه حبيت تحية كبيرة برشا لأمي عزيزة في أول نهار من رمضان. وسيبونا بيار ربي يفضلك يا سيبونا بيار. أول نهار في رمضان تعبكم ولا لا؟ حششتوا خاصة وإلا ما حششتوش توت سويت عداير في ليميسيون سبيسيال رمضان. شو العباد في رمضان اول نهار من ايامات رمضان اليوم شنو اللي قلقكم؟ شوفوا بعضنا الفيتير هذا بعد نرجع نحكي معاكم على شنو تحشوا انتم في رمضان. رجعنا جست شوفوا العباد على شنو يحشوا. ان شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف خير وربي يحيينا الامثال. وبما انه احنا في اول نهار متاع رمضان ما نجموش نبداو من غير ما نحكيو على حشيشه رمضان. على ذيك هبطنا للشارع ورينا راي التوينسه. كل واحد على شنو يحشش؟ لا لا بس مش محشش الحمد لله. الواحد كيفاش ما يحشش؟ يحش على الفلوس، يحش على الماكل، يحشش على الدنيا كل رمضان. لا لا اموري واضحه عندي شويه نحي لك هاو. اي ديجا ديما نحش جا سنيه احنا على القرايه. يقرب شقال الفتره كي نحس روحي تتوتر اعصابي شويه. ومشينا زاد المارشي سنترال وشفنا التونسي غادي في النهار الاول من رمضان يحشش ولا لا؟ لا ما نحشش بالعكس نفرح بالكليونات. لا نحشش ننزل على الشربه وما نحشش ما نفهموهاش نحن جماعه تحشش ما تحشش. نحشش بالطبيعه ساعه ساعه نخليها ونمشي النصبه. ما نحشش وعلاش نحشش؟ يبدا واحد على اعصابه النهار الاول ديما. اللي يحب يحشش
يتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الغضب اللي شد روحه هذاك المؤمن الحقيقي. شوية مشاكل مع الكليون ساعات فهمت إيش على كل شيء، على الدخان، على برشة حاجات، على الماكلة، على برشة. وحتى من الأتراك طلعوا عندهم يقولوا في حشيشة رمضان زادة. I am from Turkey and I know how important Ramadan is for all Muslim countries. I wish to all Tunisian people happy Ramadan. Mat hashush. حاسس ما فهمت انه الحشيشه تنجم تكون على الفلوس، تنجم تكون على الماكله، تنجم تكون على القايله، على النوم، على القرايه، على الدخان. لا تراك برموم يحشوا الجمله. انت حكيم على شنو تحش؟ نحشش على حاجتين. ساعة رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. ميرسي حكيم. واحده تجبد كل شيء اللي هي ساعة الفلوس، خاطر يلزمني عندي فلوس باش نجم نشري الدخان، باش نجم نشري الماكله واحد. لا بالحق بالحق، راه حشيشتي على المصروف. المصروف معناها قول نحشش على التكحيف خير. لا ما نقولوش تكحيف، توا احنا في النهار في رمضان ما نبداوش بال على شنو ماكش راميهم او النهار انت درا نسابك. لا مازال مازال صار. لا اليوم عديت نهار سمباتيك حلو. وين اليوم بالله؟ بعثت جماعه اليوم. وين انت تعرف وين بالله؟ قول لهم وين. قول لهم لا بالحق، قول لهم لا ما نقولهمش. هذه وين بعثت جماعه؟ تكلم في تحت مكبوك تكلم يا في بالك وين بعثت مرته وصغار ولا ايميسيون تاع كوجينا؟ قالوا برا كله غادي. اي سي امين مش بعثتوا الشيف وفيق لهنا في التاسعه؟ مال شنو؟ هما ما يطيبوا ما يصوروا. لا فرحوا بيا. قالوا برا جيبهم. والله فرحوا بيا يا امين. باهي سيبو عرفت شنو تحش. ليتيسيا محليك اليوم؟ ليتيسيا صايمه اليوم ولا؟ بيان سور راي جافي. خرجت سينك؟ خرجت سينك عملت في روسيا الفين هذا والله شم الثاني شم. وقتاش شقيت فترك ليتيسيا اليوم؟ فانتوريدمي توقيت روسيا بلانيت تعيش وحدك. ها عندها ديك علاج. لحظه وقتاش تسحرت البارح؟ تسحرت كيلور جي مسيو اندورمي؟ لا تسحرت. وقتاش تسحرت؟ تسحرت سحور. وقتاش تسحرت؟ مش السحر سحور. فانتينور تسحرت فوالا. بيان جوي بس سحرت فانتينور شقت فتره. جو با كومبري لا كيستيون. لا كيستيون الو اسمع ترى الساعه كيما تقول الماتي قبل صومي نص نهار وربتيهم بعد وبالحق والله نص نهار انا خايل ديني الكل ملي تقومي نص نهار صومي اكو جي تيرميني سي با فير 11:30 مينوي. فوالا هي هو في معنا ديك الكلاس. تحشش في رمضان ليتيسيا ولا؟ لا والله مو جي سي تري زين ترانكيل تشوف. دونك ما تحشش بكل؟ لا ما تحشش. بجا هي صايمه بتوقيت خاص. احنا التوانسه امي عزيزه. امي عزيزه تحشش انت في رمضان ولا؟ لا والله لا. على حد شيء؟ على حد شيء. كيما انا. علاش باش نحشش؟ مانيش كيفاش يقولوها؟ والله خاطر باش نقول متكيف ما نتكيفش، ما نعمل ما نشربش برشا قهوه، ما علاش باش نحشش؟ ما الحمد لله على الماكله نجم نصبر على الماكله، حش على الماكله. هاي بعلوش انا خويا امير مانيش كتوانسه خويا كنحشش ولا بالحق عنا فازيت مش نورمال. نحن في العالم راه ما فماش من اكلوا حم وتاكل فحم ودرا شنو ولا بالحق والله ولا بالرسمي ولا تحشش على الدخان وتحشش على درا شنو والاخر يحش على صاحبته والاخر يحش على مرته والاخر يحش على الخدمه والاخر درا شنو ما تكلمنيش تاكسي بدعمل لك اسمع روح شيش رمضان مزي صلاح لي. دونك نحن على فازيت بيزار على الاخر نحشش انا مير ديجا نحكي معاكم حشش على الفازيت هذوماكم هيك اش عديتوا انا برجولي اول نهار عديته مش نورمال اي جبر شويه لزلعت هان. أنا ما صايم أنا صايم أنا اليوم ما عديته صايم راقد معناها راقد قمت قبل شقن فترة بربع ساعة نورمال أنت لليوم ما الخدمة مين ماك تعرف مازلنا نصوروا نحن لتوا ديجا تصور الصباح اليوم تصوروا في السيت كوم فوالا نصوروا في السيت كوم وزيد مريم ما مشات عمرة مريم دباغ شو ما فيهاش ضحك راكي خاطر بالرسمي فيهاش ضحك اش بيكم تضحكوا يا اخي واحد مريم دباغ مشات عمرة باش تمسح عام كامل واحد زلعها جا في شهر يحب يتوب ويرجع يصلح قولوا له ليه بالرسمي راه مالي مدبيغ مشات العمرة بالله ماذا بيا مع السادة المشاهدين ندعيو بعضنا الببليك امين ان شاء ربي يهداها امين ان شاء ربي يهداها مرة أخرى امين
وزيد ربي يهداها المره الثالثه. امين ان شاء الله. ان شاء الله ما حشش ريس بدري. زوز ملايين تحش في رمضان ولا لا؟ لا ما نحشش خاطر نفسانيا ديما نبدا فطر. في بالك اليوم وسام تو هو معانا تو وهو يلعب في السعوديه اليوم. سبحان الله راهو كيفاش جات بريفي نتاعو قدام القناه طيرته ولا بالحق استناو فيه ماشي يلعب رجع دوزيام ميطون. دوزيام ميطون رجع يلعب صايم صاحبي مسكين والله حتى بالليل صايم والله خليك في كمل عمره نتاع مريم نخلط على مريم الدباخ كمل عمره نتاعها حشش لا لا ما حشش لا لا والله لا حتى في الفطيره ما تحشش نرقد برشا خاطر هذاك علي انا في الافطار نرقد خلي في رمضان رمضان تعدينا ديما نشرب برشا ماء ونرقد. وانت راقد وانت صايم تشرب في الماء ولا؟ لا لا ديما راقد قاعد في لا لا يلعب صايم. اي ديجا من الملاعبين اللي يلعب صايمين، ما حتى كي تبدا عندك تروح كوره تلعب صايم. صحيح. ما يجيش اونترونور يقول لك بالسيف افطر. فما دي اونترونور اما ما يفرش عليك معناها اوبليغاتوار. شكون اللي مثلا المدربين اللي تدربت عندهم يقول لك ماذا بيك راه تبدا فطر؟ عبد الحق. شكون عبد الحق؟ محمد الهادي عبد الحق. انا محمد الهادي عبد الحق هادي في المركز قالوا محمد عبد الحق بن شيخ عبد الحق بن شيخ وما يدربش رمضان خاطر اسمه مش عارف ليش ترينر سلاح مصدق وين نعرف انا سي عبد الحميد ما انت ما تعرفش شو هاو اللي راناوهم عبد الحق بن شيخ الله يكرمك قال عبد الحق قلت يفهم برشا في الكوره مدربك خلف الخلص يحكم عليك فما برترو مارشون رانا الكلوب فما الاخراني ذاك ماركو سيميوني هذاك هذوما معناتها هذوما ما جاوش ما لعبش مع قيس لي يعقوب سامحني امين الاجابه قالها لكم شنو قال لكم اكسبيريا اسم تليفون ترد اسوا لا مش بلاني فد فراب قيس لي يعقوب كان يكور سام صاي سام 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 صحيت عبد الحميد ما يفهمني كان حميد انا شاكك ورثت خي يمين عازقوا اليوم هذا شاكك شو والله شنو نعمل لكم ديتكتور شكون صايم صحيح هذا بين اي معناتها باش الحلقه الجاي خلي الشعب يعرف الجمعه الجاي من الجمعه الجاي باش نبدا ديتكتور باه قياس تحش ما تقوليش قياس ما تحشش عاد انت شنو لا انت تحشش تمشي على ساقيها قياس وتوديهم بليس توديه ما تخصش عليا والله توديك يا حميد شنو اللي ماشي رمضان الحشيشه شنو اللي متيني الحشيشه عليه هكا فوق راسي ريشه اه وخدم صايم انا فوالا صباح صباح خايبيس انا صباح صعيب ياسر على الدخان بالك على الدخان خاي القهوه صعيب ياسر 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 تحش تعمل قياس نرجع نرقد نسكت ما نتكلمش خاطرك خير اي كي بربشوك يكلموك قياس اش تعمل؟ اه تحملوا مسؤوليتهم قال الامور فالسو برشا فالسو جدا كي طولوا لسانهم معاك اش تعمل؟ ما نوصلش للعنف وانما نقول لكم بصراحه عنده بودي يعرف روحه يحشش برشا يفطر خير بالله قياس نسلك سؤال براس الميم اللي قاعد في قلبي عنده 14 سنه ما نجمش مثلا يصبر على مثلا على الدخان ولا يصبر ويولي يذي في الناس سيم وبطل بالحق انه السيم هو معناها واحد يصوم على الماكل والمشرب والكلام الدوني والكلام الفالسو معنى اللي نسمعوه في الشارع ويغض انه يغض البصر قيس يغض لا تنبطوا ما نمشيش نولي وراي تشارز الناس كل ما عادش نشوفوا حد ونقعد لا 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 هذاك علاش قررنا حذا قيس رمضان كامل ما باش تقعد حتى طفله بالرسمي يا قيس بالله نحمل لك السؤال تو عندي قرن هذايا نعرفها في رمضان هاو البارفان تفطر ونذكرهم كان في رمضان راه فزت لا لا بارفان تفطر لا لا يفطر ما نعرفش انا بوصل لمرته تفطر شوف شنو شوف تو بيزار معناه ما نجمش نجبدوا الموضوع اي مش مفتي قياس في اكبر لا 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 حسب معلوماتي في اكثر من هكا شوف وما يفطرش مش لازم نبين لكم اي مش لازم تبين لنا قياس معناها ماذا بينا في برشا اشياء ينجم يعملها بنادم من غير ما تبين لنا قياس من غير ما يفطر ومن غير ما تبين لنا لا مانيش باش نبين لكم الحمد لله مثلا انا عقوبة ربي نحب نفطر لا عقوبة ربي تو نحكي لك بعد خارج البرنامج الحمد لله الحمد لله الحمد لله وانما شنو اللي يفطر بنادم اللي يفطر بنادم اول شيء الكلام الدوني وي وهاتك الاعراض الحمد لله والنميمه الحمد لله والتقطيع الحمد لله والتاريش والكلام الفارغ المرز يصوم مش على الاكل والمشرب يصوم حتى على الافعال الشينه السيئة والكلام الدوني احنا في تونس وانا ولد ربط
باب السويقة كانت قريب المغرب تولي الدوفانية تضرب تولي البنية تخبط لطفي موجودة لطفي قياس والتجار فوشيه محل الحرفية ساعة ساعة قياس تحقناش عادة باش نحكيو فيه رمضان كان باش نحكيو على الغش في رمضان وباش نحكيو على وش فيك طيرني فيها انت بعد المغرب تو حشش حشش بعد شقا فطر كل يوم يا قياس نحكيو على حشش تحكيو انت من نهار الاول وكل ليه عنده برشا حاجات عنده ديجا برشا عنده عندك شي 10 ملايين قياس ما عنديش تحبش تربح 10 ملايين تو نربح ابعث اوبل اس ام اس على 85 68 تربح الشطر 5 ملايين احنوا الى الحوارات الرياضيه عندي مده ما عملتش انترفيو تاع سبور ودايور ما حضرتش اسئله وسام خاطر فرحان برشا اللي انت بحثنا اليوم باه اول سؤال الساعه باش نبداو بيه اسكو كنتوا تتصوروا انه الطرح باش يكون بالطريقه هذيا والفيزيونوميا هذيا يوفى اربعه بواحد ما كنت تتصور قبل ما تدخل الطرح انه نجم يوفى باربعه لا الحقيقه لا ما كنتش نتصور معنا صورت باش يكون ماتش سيري نتاع ريزولتا نتاع 2-1 0 ماكسيموم 2-0 اما اربعه بواحد ما كنتش نتصورها معناها تفاجأت بها اما كي تشوف معناها السيناريو نتاع المقابله يولي تتصورها خاطر بارابور الكارتون روج اللي زاد ساعدنا في اللعبه هو اللي خلانا معناها ندعموا حظوظنا باش نربحوا اكثر من هدف. سمعنا الجوارات تقلقوا جمهور النادي الافريقي ياسر الجوارات تقلقوا كيفاش يتفركسوا هما طالعين معناتها ماشيين بالستاد هما داخلين ومن بعد تفركسوا مره اخرى وهما باش يطلعوا يتسلموا رمز الكاس صحيح الحكايه ولا؟ والله انا لا شخصيا ما تقلقتش خاطر صارت معايا طرفه في اللوج ما ولدي ما خليوش يدخل للتيران بقيت له معناها تلهيت بولدي اكثر من اللي تلهيت معناتها هذا قبل طرح اي قبل طرح وبعد خلطت من الاخرانيين معناها من ثلاث اربع جوالات الاخرانيين صحيح فما بالنسبه للسنه سبيسيال شويه ما تعاملوش فركستو كيما هكا خاطر فركستنا مش بالطريقه هذيا السنه تحس فما اكثر حرص ما عرفش امني ما عرفش اش صار ما تحسش ان فما بريسيون كبيره من طرف الامن معناتها فما جوار فيكم شاكين فيه الاولاد ولا شنو؟ انا عجبتني فصل التيران كيفاش دوروه بالبافلوات هايل هذيك باش تهربوا ولا شنو؟ انيماسيون فهمتيش معناها انيماسيون برجولي عجبتني على الاخر هذايا بس معنا صابر خليفه زاد صارت له صار له انسيدون زاد قبل ما يطلع ياخذ الكوب اسكو صحيحه الحكايه ولا لا لا ما صارتش كنا كل شيء متفاهمين مرة كل شيء راه قبل بنهارين ثلاثة راه تبعث ليستا شكون باش يطلع وشكون اللي معناها كل شيء سمعنا صابر خليفة فرامون ما خلاوش يطلع حاجة كيما هكا من الأول لا 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 عاطينا هما اللوردر من الأول كابيتان وانترونور ورئيس الجمعية هذا هو هذوما برك هذوما اللي قالوا ثلاثة معناها كابيتان ورئيس الجمعية والانترونور هذا هو ميم حتى طوال عمار جمال دخل والانترونور ديجا لقينا رئيس النجم الساحلي ديجا الفوخ كملت عملتوا ريزرفاسيون انتم خير وانا بالحق معناها بعثوا ما نكذبش عليك تمنيت معناها الجوارات جوارات كل تطلع ما عجبكش الناس كل هذايا خاطر هذايا اي جوار يتمناها باش يسلم على الرئيس وباش يهز الكوب انا تمنيت معناها فما تبقى لهم في البالماريس يحب يصور مع رئيس الجمهوريه يحب يصور مع وزراء يحب يصور مع رؤساء جمعيات نقطة سوداء بالنسبة للفينال إن شاء الله ما تتعاودش إن شاء الله ما تتعاودش مرة باهي باش نسمي لك حاجات على الطاولة توا السيزون فات الكوب وفات الشامبيونا وفات كل حاجة باش نسميها لك قولي أنا هي الجمعية في الشامبيونا هذا باهي شكون السلاطة؟ السلاطة بالنسبة للنادي الإفريقي سنة في السيزون شكون اللي كانت ليكيب هي السلاطة؟ بون بتفدليك اي تفدليك بس تفدليك لا لا تفدليك عبر وسام على راحتك تفدليك باهي لا حتى سليتة بلانكيت مش خبيثة معنا شكون اللي كانت سلاطة باهي خلينا نمشي شكون سلاطة من شوية محرحرة سبيرانس مكانش سلاطة من شوية محرحرة باهي شكون سلاطة خضرة اللي تتهضم في ساعه رانا مفدلك شي تغشوا عليا والله مفدلك والله مفدلك عجبك شي زاد نغرق فيها ريتها بعد تعداو لي بعض قنوية شكون الشربة؟
شربه شربه مفتحات معناتها كل اي معناتها مستقبل جيبس مستقبل جيبس الشربه خاطر بدينا اول سيزون مع مستقبل جيبس شكون البريك تتقرمش محلاها ومروبه في الوسط البقلاوه المرابطه البقلاوه شكون البلا برينسيبال نتاعكم اللي برسمك تاكلو تشبع وتبدا عامل جو ندي سفيرس سيس 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 بقى وفي هذوما كل الاطوال شنو تكون بقى الاطوال نخليوها ديسير الاطوال الاطوال ديسير اي اخوي بعروش ومري الكره الى اخي بعروش حمسوليتك وخي نحن ما قلنا شيء انت قول خوي هيا سيدك بن سيدك خوي ساعة قبل ما نبدأ وس تعرف صاحبي ونحبك على الاخر نحب انا نسلم على مرتك وولدك خويا نسلم عليهم وكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبروك ولدوا عمناه ولسألته قلت له بابا شو يعمل قال لي بابا جبنا في الفلوس نبدأ يا خوي كي تحشش وما عاش نجم تطلب شانجمون تكمل تسيم ولا ما عندكش تاخ تسيم لا كي تحشش تطلب شانجمون ولا تكمل تسيم كي تحسش تطلب شانجمون لا لكن مش اللي كي ما نجمش نطلب شانجمون صارت لي تطلب شانجمون معناتها طلبت مره ما في الشربه خويا الغالي في الكوره ما نجمتش انا مره خرجت انا ترحى هذا صار في جمعيه من لبنان وقتها جاتنا في الكوبا راه في المنزه ولاد ولا بنات الجمعيه ما كانش ما نكذبش عليه في الميطان نهارتها جا سخون خرجت في الميطان قلت له وقتها انا صايم قلت له ما عادش نجم باش نكمل نهاري كل شيء واضح واضح الشربه تحبها سخونه كي ترحقوي ولا ماتش ميكال بارده؟ لا سخونه كي واضح تشق فترك وزيد برولونغاسيون في العشاء ولا لا؟ اي نزيد واضح رمضان تعدي في دارك ولا استاج في دار انسابك؟ والله يا ليزي يا كونكيرون بين باب سويقه ومرجانيه ونسيد العطاوي هذه هي الحومه معناها دار الوالده دار انسابك واضح كي شقان فتر ما يعجبكش تعطي لمرتك ورقه صفراء ولا ورقه حمراء؟ ما ينجمش ما يعجبنيش خاطر انا اللي نعطي انا المينيو اي شنيا سبحان الله يعجبني اكيد مش عجبني قدامني انا اخترت اللي منتجم تطلب تقول لها طيب لي صوابع على الجاي طيب لك صوابع صوابع فاق لديسيا فهمني ولا لا؟ هي مع عمرها حاجه ما طيبتها مرتك نهار ما عجبتكش؟ تعرف الطيب لا انا اي انت تقترح مش للطيب اي نقترب جات حاجه مش باهي سبحان الله جات مالحه ياسر مثلا مرتك تعطيها ورقه صفراء ولا ورقه حمراء؟ باهي نقولوا ورقه صفراء نعطيها واضح باهي كي مرتك تقول لك عاوني تطيح في اللورجو ولا تعاونها؟ برجو ولا انا ما نعاونش في الكوجي بالحق ما ندخل الجمل اطلب منها السماح هما لا تعرف هي تعرفني بخري على الاخر شنو عمرك ما خسرت المعون مثلا؟ جميع جميع يزي صلي على النبي اي اي انا ما تحكيو توا بعد ما تعشيت وتنعوشت ورجعت شو انا عندك حاجتين في الكوموند والتلفزه ما نسيبش فيهم لا تقول لي لا كوجينا لا واضح معناها هذوما ما نعملش حاجات اكثر من هكا ديما المثال الصحيح للرجل التونسي المثابر الكوارجي الصحيح اللهم صل على النبي كي مرتك طيب حاجه بنينه تلبسها كابيتانا لبسها لولدي خاطر هو مغروم بها لبسها شنو؟ لولدي كابيتانا لبسها معناتها هي طيب حاجه بنينه لبس كابيتانا اكيد الله باهي السؤال الاخير كي تحب تقيل في رمضان تحب الدار ويكلو ولا بالجمهور؟ لا ويكلو ويكلو حس لا جملة لا حس لا هكاك مظلم كل شيء نحسك صعيب ياسر وسام حتى مع روحي وسام والله سيفير برشا أول حاجة حشاء لا ولا مش داير عليك لا حشام لا ما عندكش الحشام لا ولا حشام لا ولا حشام ما دام قال ورقة صفراء مرتي مش حشام مشى يطل على عاطف دخيلي في السبيطار وقت مشينا في الكلينيك كل ما يجي العاطفي يدق الباب هو كل يوم يجي راه كل يوم يدق الباب خليش حساباته وتخلى وس وس ليك شكون تهدي الكوب الاخراني الكوب هذا شكون تهداه؟ ديجا اوكا هيثم قابلك احكي معاه عمر لا والله نهديها روح الفقيد يظهر لي عمر العبيدي يسحق تيتر هذا يظهر لي اقل هديه نجموا نفرحوه بها تحية زيادة للوالدة والوالد متاعه إن شاء الله نقول لهم يا ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله أمين
هذيك صح وعاطف زاد عاطف زاد تعب عليه عاطف التالي واحنا ليه يا خويا عاطف ليه؟ عاطف بالطبيعة صح تو وسام برسم ما ماي في العمر معاك معاك وسام حق عاطف غادي هو معاه تو كورتوا 90 دقيقة وما شاء الله أربعة بواحد وكل شيء تم الباكو معناها شنو؟ تم الباكو ها هذاك حق راه أمور فلوس زوج باكوات فرحوا بينا مرة هي مسؤولين فرحوا بينا مش برشا برشا ما فرحوا بينا لا ما تخليش برشا مش برشا قديش ها قديش خلينا نعمل رشا باش ما تضرنيش نقول بالتركي ولا تفهمني بالتركي بالدولار بالدولار بالتركي نقول لك بالتركي قول لنا بالتركي خلف الله قايل باش بنتي لي باش بنتي لي باش تشريها باش بنتي لي تعرف ايش خويا بلي 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 يستحق انا بصراحه يستحق ديما السيد انا نشجعه انا مانيش حاسد عليه ديما السيد اللي ربح ما تقوليش حاسد السيد اللي ربح 10 مليون يستحيل اما كيف شيخ في شهر 110 السيد اللي ربح 10 مليون موجود اليوم بعدين اسمه فؤاد ميزو يجينا من صفاقس مرحبا ميزو فؤاد ميزو شوفوا يا غالي ميزو اي مرحبا يا حاج تفضل تفضل يا حاج مرحبا صح شريبتك صح شريبتك يا حاج مرحبا مرحبا صح شريب منين جيتنا بالضبط؟ من صفاقس في الميكرو حاج باه من صفاقس باه اوكي كاميرا قدامك حصل منا على الصفاقسيه وتمنى لهم رمضان مبارك ان شاء الله رمضان مبارك عليهم وعلى تونس امين يا رب امين شنو شقيت فترك اليوم يا حاج؟ شربه بريك وصحيح الاخر ما نقولش عليه شنو صحيح الاخر شنو فيه؟ احنا غادي في الكبش اه عرفته شرموله برافو والله حاجه هي ميكلا سبونسر فنود زاد ممتازه على الاخر شو تعمل في الدنيا انت يا حاج؟ لحظه بالليل الولاد خلاص مع بعض روتريتي من شنو؟ من شركه موبيل هاي دونك قعدت مده تخدم تو شد الدار تو شد الدار قول لي شو كيما لا تو نخدم حتى تو نخدم نخدم شنو تخدم عند المراه؟ نخدم عند المراه قال لك ما عندكش بنو هوكا جي تخدم عند المراه حتى كر كنش صغير كنش باهي علاش ميساج بعثت يا حاج؟ والله تحب نقول لك اي سيدي ليلتها انا لسويت يظهر لي وقتها سهر وحدي في الدار وسهر وحدي فهمني الحمد لله خرجت مشيت جبت عايشه عملت 100 غرام كلوب فهمني وقعدت نتفرج على التلفزه بالضبط 100 مش 99 غرام 100 نلقى سي امين في التلفزه ينادي يا باد بعثوا اس ام اس قلت تو الراجل قاعد يحلف لي على اس ام اس ما بعثوش بعثوا اس ام اس اس ام اس وحيد اللي بعثوا جاب لي هذا شيء وحيد الحمد لله يا ربي بيناتنا هاي ثبت يا حاج وحيد ولا زوز ما لا زوز دوز اس ام اس زوز مساجات وهو وحده كاو وانا وحده هو وحده عرفت واحد اللي هو واحد للعائله الحمد لله عرفت دونك كيما كيما السيد اللي بعث مساج ولا زوز انت كي تبعث مساج ولا زوز ولا ثلاثه ولا اربع مساجات راك نجم تربح خمسه ملايين نهار الاثنين الاثنين هذايا الاثنين هذايا دونك لازم توا يلزمك تبعث اس ام اس في او على 85 860 ذكرت لي سعر الاس ام اس دينار 440 ولعبه تحت اشراف الاستاذ عبد المنفذ السيد احمد العرفي ايش بتعمل بيهم الفليسات يا حاج؟ والله مازلت ما برمجتهمش ابو عندك صار معناتها انت ما برمج بعد رمضان حاجه بعد رمضان يا حاج يا حاج ميسور الحال معناتها حاج لا لا بس مش ميسور ما باهي مستور يعني مستور. الحمد لله لا الحمد لله اك مستور بارك الله الحمد لله يا رب ايش باش تعمل بهم 10 ملايين؟ توش تصحيح باش تعمل قدش عنده ولاد هو مين قدش عنده ولاد هو مين سايبيني انا ما نقولش قدش عندك ولاد حاج انت؟ عندي زوز بنات هاي خمسه من فرقها زوز بنات الحمد لله اه ما عارفين برجالهم صغار يا حاج من غير ما تمد لهم ايش باش تعمل بهم يا حاج؟ هذه اسنة هذه الاولى هذه خليها على شيرة اي اي حاجة حضارة بعد رمضان هذيك يا حاج حتى انا شلقت بيك حكيم فرصتك الحاج ما عنده حد باش يمد له امشي يا حاج كيفاش ما عنده حد انا قام عندي ثلاث جمعات نستنى هيا حاج امشي 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 يا حاج شامل بهم عمرك هاي لازمني نزيدك مال لازمك تزيدني حاج خذا اكثر من وسام في الكوب معناها اعطيه شويه من البيض امين لا 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 اخويا هذوك نتاع الخمسه ملايين باش يربح بعض كل واحد وفليساته اه يا حاج قول لي ايش بتعمل بهم يا حاج زيدوا زيدوا ما قلت لك عاد عمرك زيدوا يا سي بون فتنا العمر يا حاج فتنا العمر عملنا عمره وروحت لتونس الحاج دخلنا في كيما مريم روحت لتونس مره كيما تو ماشي في ان توكا اخويا مادام تستحقهم الف مبروك ليك ووعد الحر دي وعد الحر دي هذوكم ال 10 ملايين الفليسات نتاعك يا حاج عايشه وننصح الساده المشاهدين يحبوا يربحوا 5 ملايين
خويا نفنفك صغيرات نفنف العائلة أبعث أو على 85-860. يعطيك صحة يا سي فؤاد بارك الله فيك. دونك الفليسات فليساتك صحة وبالشفاء ليك إن شاء الله. ألف مبروك يعطيك صحة يا حاج بلاي تصفيقة كبيرة ليك ونحب المشاهدين تاعك تصفيق سكن يعطيك صحة يا حاج إن شاء الله يا حاج مرحبا عايشك يا حاج خذ نمروح في الأمان بالسلام خذ نمروح حكيم باه لو طون اللي نسلموا عليه الحاج تقعدوا معنا باش نزوكم تسافروا تو معنا هاي خويا تسافروا مع المشاهدين في الخارج عندكم حاجه سبيسيال ليكم تو دسويت في الايميسيون. نوجه تحية كبيرة برشا لمشاهدينا في الخارج مواطنينا في الخارج نسلم عليهم الجالية التونسية المقيمة في الخارج وكلنا بعثونا تحية كبيرة برشا وقلوهم اللي رانا ديما نخموا فيهم وراهم في قلوبنا دونك هذاك علاش اليوم جبنا لهم حاجة تهمهم برشا وذاك علاش مسكن اكسبو زادة خمم فيهم وتحط على ذمتهم لو سالون تونيزيان دو لابيتا اي دو لا فينونس بانكير اش معناتها يا بعلوش والله مسكن اكسبو باش تعمل ان شاء الله فوار في نيس لا تقوليش وين مش جاي انا من بعد سمعت الكلمه اللي قلت لو سالون تونيزيان دو لابيتا او دو لا فينونس بانكير والله يا خويا مين تعمل في مشكله زايده انا نعرف الحكي الكل دونك باه خلي فسروا لنا خير بالكدا اما جست التوانسه اللي في نيس قول لهم رانا جايين فوالا حتى بعد فسروا لنا كيفاه توفر على ذمتكم اكثر من 2500 متر مربع اكثر من 2500 متر مربع دونك بور دي بروموتور ايموبيلي تونيزيان اي دي بانك تونيزيان دونك هذايا على ذمتهم باش انتوما زاده تنجموا تستنفعوا بعروض اكسبسيونيل على الاخر مسكن اكسبو تحضر لكم وتقرب لكم وتختصر المسافات دونك يلزمكم تكونوا في الموعد في جوان نهار 22 23 و24 جوان ابتداء من 10 متاع الصباح حتى ل 8 متاع الليل دونك كيما قال بعلوش باش يكونوا في نيس في فرنسا دونك كل يوم وتنجموا تمشيوا للسال اكروبوليس والبالي دي كونغري اكثر تفاصيل نستقبلوا بحذنا سي هيكل الاخضر من الكوميتي دورغانيزاسيون يزيد يحكي لنا اكثر على مسكن اكسبو مرحبا مرحبا سي هيكل أقول. يا مرحبا يا سي هيكل مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا تفضل بحذا باه اعطينا اكثر معلومات على مسكن اكسبو سي هيكل مسكن اكسبو في الميكرو في الميكرو مسكن اكسبو ان شاء الله باش ينظم الصالون التونسي للعقارات والتمويل البنكي بمعنى انه ان شاء الله باش يكونوا متواجدين في قاعه اكروبوليس بالبالي دو كونغري في نيس اكثر من 50 باعث عقاري تونسي واكثر من 7-8 بنوك ان شاء الله تونسيه باش تكون متواجده باش تقدم المنتوجات نتاعها للتوانسة اللي مقيمين مش بنيس فقط في فرنسا ولا في اوروبا بصفه عامه في فرنسا واوروبا بصفه عامه بالاخص نخص الذكر لانه في ثم جاليه كبيره متواجده من مارسي حتى الجان حتى اللي موجودين في ايطاليا يهمهم الموضوع لانه المسافه قريبه للنيس ان شاء الله بالمناسبه هذه ثم ان شاء الله حفل غنائي باش يحيوه ثلاثه فنانين توانسه منال عماره وفهمي رياحي ونور شيبه وان شاء الله باش يقوم بالانيماسيون ان شاء الله نتاع السهره هذه الاخ الله قولهم لو غون بعلوش لو غون بعلوش صحيح خويا الغالي ان شاء الله السهره هذه باش تكون بتاريخ 21 جوان بالامفيتياتر ابولون في نيس كما قلنا السالون باش يصير لو 22-23-24 جوان بقاعه اكروبوليس بنيس زاد بالبالي دو كونغري دونك انا باش نحاول يمكن نعطي معلومات مباشره دونك انتم في الخارج تونسه تفرجوا فينا نجموا تشريوا عقارات في تونس هكا ولا بالضبط دونك ما عليكم كان تمشيوا تحضروا غاديكا تشوفوا شنو الحاجه اللي تناسبكم دونك ماذا بيه الواحد يبدا عنده دويرته في تونس حتى كان راهو يخدم لبرا ولا حتى كان يعيش لبرا ماذا بيك يروح لتونس يبدا عنده المحل نتاعو يشتري ولا يبني مش حتى محل اللي هو معناها لا محل معناتها يسكن فيه ولا ينجم يستغلوا الاغراض اي ولا تجاريه ولا دونك هذاك علاش ننصحهم انهم التوانسه نتاعنا خويا يجيو
للسالون كما قال لكم هيكل دونك جاو ومشيو احضروا في السهرين نهار 21 جوان في نيس وغاديك تنجموا تلقاو اكثر تفاصيل هكا ولا بالضبط. عندك شي اضافه اخرى؟ عندي اضافه اخرى ان شاء الله. ايمو اكسبير سيت اون بلاتفورم اللي عملتها الطياره باش يكونوا بارتنير اوفيسيال معنا في السالون هذايا. كيف كيف ما نحبش ننسى الشركات المنظمه للايفينمون هذايا مسكن اكسبو اللي هما تسار تور وغيت 11 وغولف غيت. ثلاثه شركات مجهود كبير قاموا به المدة العام اللي فات الكل. صارت نسخة في دبي السنة اللي فاتت، صارت نسخة من شهرين فاتوا في باريس، إن شاء الله في نيس باش نكونوا متواجدين الشهر الجاي في البرنامج. زادة ثم إيديسيون نسخة في كولوني في أكتوبر في ألمانيا، ومونريال في ديسمبر في كندا إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. نحب تصفيقة كبيرة برشا اليوم. نحب تحية كبيرة برشا لوسام يعيا. تصفيقة أخرى كانت هذه أول حلقات شهر رمضان المبارك. ما زلنا مواصلين الجو إن شاء الله شوية آخر مع ولد العزوزية. وي. أما قبل تفرجتوا في سبعة صبايا، اليوم اللي جاي مازال أحلى. كل يوم تبعوا سبعة صبايا، سيتكم إن شاء الله يكون المفضل نتاعكم في الشهر الكريم، في الشهر الفضيل، في شهر رمضان. هذا برومو مرة أخرى اللي ما راوش سبعة صبايا، شوفوا البرومو هذايا وبعد نرجعوا بعضنا للإيميسيون. زايدي تاو سعد الحميد. أنا راج مدام عزيز الله يرحمها. أي سعد الحميد وراجل عزيزة ومات وتروفي لوح السجن لوح. أنا باش نخرج نقضي وكي نرجع نلقى الدار طبرق. نستم البنات نتكلم ربي فديت منها الخدمة هذه. شنو أوتيس دو لاخ تيبوني شاف اسمي بربي بوشتي. وي حظك نزيدني شوية في المصروف. عم بابا ومسك ومسكرك قلو بابا وستعجبت مصروفك. سمع عزيز شفك عدك لعطر مش لك الفقصة اللي تفكر في فلوسي. عملو قسم نولي مش البيت مشوفونيش زنزين بابا زنزين. ونفرح بيك. فين نفرح بيك يا عبد الحميد؟ شبيك؟ يعني شبيك شخص طارق الحلال براري؟ يعني شبيك شي زاد؟ شو نفرح بيك هدي؟ شاد رفوان الفلوك هدي؟ سي عبد الحميد سالوك لهنا شيخ هز وريهم. غمض عينيك انت غمض عينيك. خير ما تنخوش المسلون اختنا مفرقعها الدم. وركانا هيا نزوروا شيخنا وركانا سيد
صديقي يعني عزوز يكون معانا هيا نزور شيخنا واركانا عزوزيكو نمعانا سيدي علي عزوزيكو نمعانا بالله يا سلطان ما تنسانا سيدي علي عزوزين شوفوا نظرة احنا ولادا سيدي علي عزوز احنا ولادا بحلى الحضرة والشمع وكانا مية النزري واللي ذوقا يا برا هيا نزوروا شيخنا يا قدرة هيا نزوروا شيخنا يا قدرة هيا في الاقدوم وانتو بوتوا في الاقدوم عرفة وتلاقي